لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي بعنوان ليت بيننا وبينهم جبلا من نار. يقول الكاتب: جاء تغيير نظام الشاه واستبداله بالنظام الصفوي الطائفي الأسوأ منه، كانت محطة مهمة وتغييرا خطيرا، لا سيما بعد جلب الدجال الأكبر الخميني وتنصيبه عليه بتخطيط بريطاني أمريكي فرنسي صهيوني. وكان أول عمل عدائي ضد شعوب المنطقة هو رفع الشعار سيء الصيت والمحتوى الذي ظاهره تصدير الثورة، في حين كان الهدف الحقيقي هو تصدير الفوضى والخراب والإرهاب إلى كل المنطقة وعلى وجه الخصوص الدول العربية. إلا أن العراق القوي المقتدر استطاع التصدي لهذه الهجمة الشعوبية الطائفية ودحرها، ورد كيد المعتدين الصفويين بالانتصار العظيم في الحرب العراقية الإيرانية. وبعد أن تخلصنا من الخميني تم تنصيب خامنئي، وهو أكثر حقدا وعداء للعراق والعرب والمسلمين. اعتمد خامنئي فكرة أخطر، وهي فكرة دعم بعض الجماعات الأصولية وإنشاء ميليشيات إرهابية تابعة له في الدول العربية، مثل حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن والحشد اللاشعبي في العراق والميليشيات الصفوية في سوريا، وخطط بكل جهد لنشر خلايا التجسس والإرهاب في أغلب الدول العربية. نظام الملالي في خدمة أمريكا والصهاينة، حيث يقول وزير عراقي عمل مع النظام الذي أسسه الاحتلال في العراق بعد نيسان من سنة 2003 إنه عين بداية الاحتلال مديراً عاماً في إحدى الوزارات، وكان الاحتلال قد نصب مستشاراً أمريكياً في كل وزارة لإدارتها. حينها يقول الوزير العراقي إنه سأل المستشار الأمريكي: لماذا لم تسقط النظام في إيران وتسلمون الحكم إلى المعارضة الإيرانية؟ أجاب المستشار الأمريكي: أن النظام في طهران لا يشكل خطراً علينا، الطائفية والإرهاب كانتا وستبقيان وجهان لحقيقة واحدة، كما أن الممارسات الطائفية التي يقع تحت سطوتها جزء مهم من وطننا العربي هي في خدمة مصالح وأهداف نظام الملالي في طهران الذي يرون فيه فرصة لهم لتفعيل مشروعهم. إلى تقرير نشرته صحيفة المدى بعنوان تضاربات الدولار تربك الأسواق وتحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي، جاء فيه: لا تزال التضاربات في أسعار صرف الدولار تلعب دورا كبيرا في الأسواق العراقية، على الرغم من مصادقة مجلس الوزراء على تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار قبل نحو 10 أشهر، ودفع تقييد التحويلات النقدية من قبل الجانب الأمريكي من جهة، وعدم السيطرة على أسعار الدولار في السوق الموازية من جهة أخرى إلى ارتفاع أسعار الصرف، إذ تخطت أسعار صرف الدولار حاجز 160 ألفا خلال الأسبوع الأخير. هناك 25% من احتياجات السوق العراقية توفر من خلال مصادر لا علاقة لها بنافذة العملة بسبب التحديدات التي يصدرها الفيدرالي الأمريكي ومنعه التجار العراقيين من التعامل مع سوريا وإيران ولبنان. هذه الأسباب هي من تدفع التجار إلى الحصول على الدولار من السوق السوداء، وبالتالي يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية، وتذبذب أسعار صرف الدولار لم يغير من واقعه إجراءات الحكومة التي ظلت عاجزة أمامه، ليقر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقاء تلفزيوني سابق بأن ملايين الدولارات تهرب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة. بدوره يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن إن الدولار المخصص للمسافرين يذهب إلى السوق السوداء عبر شركات الصيرفة، مبيناً أن 250 ألف دولار شهرياً هي أرباح شركات الصيرفة عبر استغلال الأموال المخصصة للسفر، كما أن أغلب إدارات البنك المركزي
لا علاقة لها بالاقتصاد والإدارة المالية، مؤكداً أن أغلب عمليات تهريب العملة الأجنبية تتم عبر نافذة بيع العملة. في السياق ذاته نقرأ تقريراً في موقع ألترا عراق بعنوان تحذيرات من انهيار مصرفي في العراق، المصارف بلا دولار والأسعار تشتعل في الأسواق، حيث تفاجأ المتعاملون العراقيون بإجراءات البنك المركزي العراقي في منع تداول العراق عبر الحوالات الداخلة والخارجة من البلاد واختفاء الدولار من المصارف، فضلا عن القفزات المتوالية في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية، وسط تحذيرات من أن تؤدي إجراءات المركزية الأخيرة في تجديد القبض على الدولار إلى انهيار مصرفي في العراق. تحقيق التوازن في أسعار الصرف يتطلب رسم وتنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف السيطرة على أسباب ارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، وهي انهيار قطاعات الإنتاج الحقيقي في العراق، القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية، للتقليل من الاستيرادات المتنامية والتي تجاوزت 18 مليار دولار سنوياً حسب إحصاءات عام 2022، بالإضافة إلى الطلب على الدولار لأغراض التهريب وغسيل الأموال، وليس السيطرة على الأرصدة المحولة من الخارج في بلد يتمتع بإيرادات نفطية مرتفعة حالياً. هناك شحة كبيرة شهدتها المصارف خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ولد مصادمات ومشادات كلامية بين المصارف في بغداد والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم لا يستطيعون سحب حوالات ودائعهم بالدولار. الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي بخصوص أزمة الدول متخبطة وفاشلة، وجاءت بسبب ضغط الشارع والحكومة. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً قالت فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لغزو بري لقطاع غزة من أجل تحقيق هدف واحد واضح هو تدمير قدرة حماس على الحكم هناك، إلا أنها لم توضح ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، حيث توجد سيناريوهات جيدة. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل خاضت 4 حروب في قطاع غزة مع حماس منذ أن سيطرت الجماعة المقاومة على القطاع المعزول في البحر الأبيض المتوسط في عام 2007، إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة. أفادت الصحيفة بأن أحد المسؤولين الأمريكيين قال إنه لا توجد مناقشات تذكر حتى الآن مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن اليوم التالي، مبينة أن المعضلة التي واجهت قادة الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 هي عندما مهد الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة في أفغانستان الطريق أمام أمريكا لغزو العراق الذي أصبح احتلالاً مكلفاً مدة 10 سنوات. وأضاف المسؤول أنه يتعين على إسرائيل أن تفكر في العواقب وألا تتسرع في حرب دون استراتيجية خروج، مبيناً أنه لا توجد خطة. إذا دمرتم حماس، ما الذي سيملأ الفراغ؟ أنت تدمر القاعدة وتحصل على داعش. إذا دمرت حماس، فستحصل على نسخة جديدة من حماس. وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية وضابط المخابرات الإسرائيلي السابق مايكل ميلشتاين إن هذا يعني أن إسرائيل يجب أن تكون مسؤولة عن 2,200,000 شخص معظمهم فقراء للغاية، وبالطبع سيكون هناك الكثير من المقاومة، وسيكون الأمر مشابها إلى حد كبير للوضع في العراق بعد سنة 2003 عندما استولت أمريكا على الدولة هناك. نشرت صحيفة الجارديان مقالاً لسارة هيلم مراسلة شؤون الشرق الأوسط للبي بي سي سابقاً والمحررة الدبلوماسية في صحيفة الاندبندنت، قالت فيه إن طلب بنيامين نتنياهو من 1,000,000 فلسطيني الجلاء في 24 ساعة ما سيكون إن لم يكن تطهيراً عرقياً. وأضافت أن طلب الإسرائيليين من 1,000,000 فلسطيني أو أكثر مغادرة بيوتهم في شمال غزة إلى الجنوب يحمل ترددات رهيبة من الماضي،
وأضافت أن سكان غزة جاءوا على الأغلب من 200 قرية في جنوب فلسطين دمرتها القوات الإسرائيلية عام 48 عندما ظهرت إسرائيل، وما تبقى من حطام هذه القرى يقع على بعد 10 أميال من حدود غزة، ويمكن لبعض اللاجئين رؤية أرضهم عبر السياج. لم أتوقع هذه المرة أن يسمح الغرب بحدوثه كما في المرات الماضية، ولكن الرقص لإسرائيل وإرسال الأسلحة وتقديم حصانة فعلية لها من القانون الدولي وترك الفلسطينيين لمصيرهم، وبهذا الضوء الأخضر من حلفاء إسرائيل أمر بنيامين نتنياهو 1,100,000 غزي بالجلاء من شمال غزة إلى جنوبها، ويريد نتنياهو منا تصديقه أن قلقه الرئيسي هو لإبعاد المدنيين عن الخطر خلال الغزو البري المرتقب من الشمال، حيث يخطط كما هو مفترض لسحق حماس ومزاعم فارغة كهذا في وقت قتل فيه أكثر من 1,800 فلسطيني إلى وقت كتابة المقال، لكن تهجير مليون فلسطيني لن يتسبب بالرعب فقط، وكلنا يعرف الآن أنه لا يوجد مكان آمن للفرار إليه. وتعلق الكاتبة بأن المخاطر لنتنياهو كبيرة، وليس أقلها أن هناك أسرى إسرائيليين في غزة، ولكن لأن مستقبله السياسي قد انتهى، وبالتأكيد فإنه يجازف لأنه ليس لديه ما يخسره، ولطالما ضغط اليمين الإسرائيلي لطرد فلسطينيي غزة إلى سيناء. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى صور وتقرير بعنوان التلوث في بغداد، 9 ملايين نسمة تهددهم الغازات والسماء تختنق بالملوثات. جاء في هذا التقرير عواصف ترابية تضرب العاصمة وسماء حمراء ومستشفيات تكتظ بالمواطنين الذين يتعرضون لحالات الاختناق، صور تمثل أجواء التلوث في بغداد، لكن تأثير تلك العواصف ربما لا يوازي حجم وآثار ما تسببه الغازات والملوثات الناتجة عن حرق الوقود والغاز في مصفى الدورة مثلا، أو الدخان المنبثق عن حرائق التمر الصحي في أطرافها في عاصمة يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين نسمة.
وتتصدر المحافظات العراقية بعدد السكان، تزداد نسب التلوث الجوي في بغداد وتتقدم مع مرور الزمن، حيث باتت أجواؤها تخنق سكانها مع ازدياد الملوثات من دخان المصانع والمصافي إلى عوادم السيارات وانتشار المحارق غير المجازة للنفايات، ناهيك عن غياب شبه تام لمعالجات حكومية يفترض اتخاذها لتهيئة بيئة مناسبة صالحة للعيش. وبحسب المؤشرات العالمية الخاصة بقياس درجات نقاء الهواء، فإن العراق يحتل مراتب متقدمة في نسبة التلوث الجوي، كما تتصدر بغداد العواصم العربية، واحتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثاً، فيما جاءت بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية الأكثر تلوثاً خلال عام 2022. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. وليس هناك من خيار لاسترجاع الحقوق غير خيار المقاومة. وهذه حرب لا تطالب 9 أيام وتنبأ بالمزيد غير مسبوق، لأن المقاومة خسرت هذه المعركة وهي تحت الحصار، غير مسبوق لأن المقاومة عرفت كيف تنتصر على الجدار العازل، غير مسبوق لأن ملايين الإسرائيليين الآن في الملاجئ. الجماهير من المحيط للمحيط، الجماهير العربية ستكون معكم مساندة لكم ومساندة لقضيتنا ولحقنا الذي هو حق عربي إسلامي، الحق الفلسطيني. ونقول لهم أيضا أن الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن شعب فلسطيني البطل يجدد العهد إثر كل الجرائم التي ارتكبتها الآلة الإسرائيلية العسكرية في حق الأطفال وفي حق الشيوخ وفي حق النساء وفي حق المقدسات. جاء اليوم الذي ردت فيه المقاومة الفلسطينية، وهذا حقها المشروع الذي تكفله لها الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وهو عنوان من عناوين أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقيم دولته على أرضه، أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. نلقاكم بإذن الله.